كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. دقلة وحليب مع الدكتور لهذيلي منصر. مرحبا بكم احبابنا المستمعين، اسعد الله صباحكم وبارك في الخير اعمالكم. انا وكافل اليتيم في الجنة، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث شهير ومشهور، حتى أنه الكثير من الجمعيات المدنية تتخذه شعارا ومحفزا ومشجعا على التكافل وعلى تقديم العون وعلى الإحاطة بالمحتاجين. أنا وكافل اليتيم في الجنة، هذا يعني أن هذا الكافل يحظى بمقام إلهي عال يمنحه فرصة أن يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وإلى الجنة. وهذا الموقف بالنسبة لمن كان محبا لمحمد، هذا الموقف فرصة عزيزة نادرة، بل إنها لا تعوض. ما معنى كفالة؟ كفالة يعني تحمل المسؤولية. الطفل إذا فقد أهله فقد معهم من يقومون عليه ويوفرون ما يحتاج، وهو لهذا يحتاج كفيلا يعوض عن فقد الأهل. هذه الوظيفة معروفة، وهذا الدور حيوي، وفي الدول المتقدمة والذكية في نفس الوقت، فإن الدولة وإدارة الدولة وميزانية الدولة، هذه الهيئات هي التي تقوم بهذا الدور وتتحمل المسؤولية وتتحملها في أدنى تفاصيلها. ماذا يحدث عندما نكون بمجتمعات لا توفر الدول فيها هذه الفرصة ولا تتقدم لكفالة اليتيم؟ إما لتقاعس أو لضعف في الإمكانيات أو لخلل ما في هندسة نظام الدولة، الذي يقع في مواقف عديدة أن هذا اليتيم يضيع إلا إذا رحم الله ووفر لهؤلاء كافلين. وهؤلاء الكافلون يتطوعون إما فرادى مبادرين أو في شكل جمعية أو جمعيات، وهذا أحسن وهذا أكثر فاعلية. ممكن الشباب التونسي الذي يستمع إلينا الآن، ممكن هذا الشباب لا يعلم، لأنه لم يحضر السياق الذي نقصده ونعنيه، يمكن لا يعلم. ولكن في الماضي كان التونسيون ينتظمون بشكل يجعلهم يكفلون. العم والخال كانوا تلقائيا من دون توصية ونصيحة، كانوا تلقائيا يعتبروا أنفسهم معنيين بالأيتام إذا رحل الأخ أو رحلت الأخت. المسألة ما كانش فيها شك ولا بيع ولا شراء ولا طول تفكير ولا فلسفة. وفي الماضي كان الأخ يتزوج أرملة أخيه لضمان هذه الكفالة، وأكثر من هذا كانوا طلبة الزوايا الذين يأتون من بعيد لحفظ القرآن كانوا يحظون بكفالة من الأسر أو من نظام الأحباس. الآلاف من التونسيين وفي مناطق مختلفة التحقوا بالزيتونة وحصلوا فيها من العلوم، لأن هناك أو كانت هناك أنظمة تكافل. والتكافل في العام مسألة حيوية لمنع أن يلد المجتمع يائسين مبتئسين، لأن مثل هؤلاء يتحولون قنابل منفجرة. والمجتمع الذكي والحكيم هو مجتمع يمنع عن نفسه كل انفجار ولا يوفر للمجتمع كل مبرر للانفجار. نحدثكم أحبابنا المستمعين عن كفالة الضعيف واليتيم والمحتاج، ونربط ذلك بالمدرسة والتعليم والجامعة، لأننا على أبواب العودة المدرسية والجامعية، وهي عودة تشفق منها وتخاف منها وتحضر منها عائلات ميسورة، ميسورة الحال، وسترها ربي كما نقولوا بالتونسي، وعندها مما تنفق على دراسة الأبناء. فما القول أو ماذا نقول عندما تكون حاجة ويكون فقر ويكون يتم؟ أكيد أن الأمور تكون أقسى، تكون أعصر وتكون أشرس. أمر المرارة وأشد العذاب أن يكون هناك تلميذ أو طالب طموح وقادر وذكي ويمكن أن يصل ويذهب بعيدا في الدراسة، ولكن رغم كل هذا يكبت ولا يواصل دراسته بسبب ضعف الإمكانيات وقلة الحيلة. أحدثكم عن هذا لأنني جربت بعض هذا الأمر،
ولكن الله سلم والحمد لله على كل حال. أمثال هؤلاء من طلبة وتلاميذ هم أبنائنا، ومصلحتنا بهم ومعهم اليوم وغدا وبعد غد، ويجب أن نفكر فيهم بأمانة وبحب وبكرم. وهكذا يكون التفكير حقا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون الانتساب إليه. بعض العائلات الميسورة وربي بارك ويزيد عندها من الإمكانيات لإضافة فرد إلى أسرهم. ما الفرق بين 2 و3؟ ما الفرق بين 3 و4؟ لا أعتقد أن الفرق يكون كبيرا. البعض من هذه الأسر كانت تتمنى طفلا آخر ولم تفوز به، والبعض منها فقد من أطفاله. لماذا لا يكون لنا هذا الابن الآخر؟ ولماذا لا تكون لنا هذه البنت الأخرى؟ لماذا لا نتبنى بهذا المعنى وبهذا العنوان؟ الأب في العادة يفتخر بأبناء يكونون له زينة وفرحا في الحياة الدنيا وبين الناس، فلماذا لا يكون له ابن آخر يكون له زينة يوم القيامة، يكفله هو بماله، ويوم القيامة يكون المكفول هو كافل الكافل، لأن المقياس يوم القيامة هو مقياس عطاء وليس مقياس أخذ. أبناؤك الحقيقيون هم جزء منك ومن أنانيتك ومصلحتك، وطبيعي أن تنفق عليهم، ولكن الغير طبيعي والاستثناء بحق أن تنفق على ابن لم تلده. هذا الابن اليتيم له الله، وحظ كبير أن يكون الله له بك أنت لا بغيرك. دمتم رحماء ودمتم مرحومين. دقلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر. كنوز FM. نسيك الدنيا وما فيها.